ورجعنا لحضراتكم من الفاصل عشان نعمل السلطة بتاعتنا، وعندنا الصدق بالبصل بطريقة كباب الحلة على النار. طبعا حضراتكم شايفين ادي الحلة كده هوت، ادي البخار، ده اللي انا عايزه ان انا قافل على الحاجة بحيث ان انا الاقي التسوية بتاعت الصدق من البصل، من مية البصل نفسه. طبعا دخل في مرحلة التسوية، ببدأ بعد كده اخد الايه اللون بقى اللي هو ايه يطلع معايا اللون زي البراون او اللون اللي هو يبقى غامق شوية. طبعا انا هوطي عليها كده واسيبها، هعمل ايه، هروح جايب كده اهوت عندي معلقة صغيرة، حتى هروح جايب حوالي فصين توم صغيرين ماشي، وادي ورقتين راولة. ابدأ احط التوابل بتاعتي كده، فلفل اسمر حطينا شوية في اول ما جينا نعمل، وادي شوية تانيين ده هيديني زي لون. وابدأ لو عندي بقى ايه عايز ادي شوية كمون، اظبط الملح، حاجة لما يبقى الملح بتاعها قليل يا جماعة تتعالج، انما زي ما قلت لحضراتكم لما الملح بيبقى كتير بيبقى صعب طبعا ان احنا حاجتنا تتاكل وقتها. وادي ذرة كمون بسيط، هبدأ اشيل ديت المعلقة، هشيلها واقلب الاول واشيلها منها عشان اغطيها بس دقيقة عبال ما اعمل السلطة اهي كده اهو. نخليها على نار هادية كده اهو، واخلي دي جنب كده مفيش اي مشكلة. هبدأ اشوف السكينة بتاعتي، ادي الخيار بتجيبه كده طريقة عادية اوي يا جماعة، مفيش اي حاجة يعني مش يعني ايه سهلة بأي طريقة إن كانت، هي طبعا خيار مع جرجير مع طماطم يعني أي تقطيعة هتفرق، بس احنا ايه بنحاول نسهل على حضراتكم في كذا طريقة يعني. ابدا اجيب الطماطم، طبعا شلت منها المكان العرق بتاعها، ادي الجرجير اهو، طبعا حاجه على النار زي ما حضراتكم شايفين، برضو البخار بيكمل التسويه لان انا مش عايز احمر الصدق الاول، لا عشان حتى في الاكل هتلاقوا الطريقه بتاعته مختلفه. ادي الجرجير على نفس البوله اهي، وادي الخيار اهو، ببدا اشوف طماطم كده، هقلب تقليبة تانية شايفين، كده بقى مش عايز اغطي الحلة تاني، لا انا عايز بقى ايه اشيل نسبة من مية البصل اللي كانت موجودة عشان ابدأ اخش في اللون اللي انا عايز اوصله اللي هو اللون البراون اللي هو بشبه اللحمة اللي هي ايه بكباب الحلة بالطريقة بتاعتنا ان شاء الله اللي تعجبكم يعني. خليها كده، احاول اشيل الجرجير والخيار، انا بحب ابقى واقف كده ايه اشتغل حتى لو في 30 سنتي زي ما قلت لكم، احنا بنحب نبقى واقفين شغالين بالشرط يبقى المكان كبير، بس على الاقل يبقى ايه واقفين بطريقتنا كده اهو اهي نفس الطريقة كده
جميل. اهي دي خرطة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت شكلها هيبقى حلو في البولة مع الخضرة بتاعتي اهي بالطريقة دي. تغيير ما هي هي الطماطماية، نقطعها بقى بالطريقة العادية، نقطعها بالطريقة دي ما فيش اي مشكلة عندنا. اهي عشان ما تضايقكمش في الاكل بتبقى ناشفه في الطماطمايه، يعني انا باكل طماطم او الخيار انا عارف او الجزر مثلا، انما دي في الطماطم بالذات بتبقى ايه تضايق الواحد يعني. ادي اهي تمام، ببدا اشيل دي كده. امسح البلانشه بتاعتي. في ناس مثلا اهالينا يحبوا لما يعملوا سلطه يعملوها جوه الحاجه، لان هم بيبقوا ماسكين الثمره مش على بلانشه كده، بتبقى في الايد سواء طماطم او بصل مثلا او خيار او جرجير او حاجه زي كده، او معظم يعني المشاهدات بيبقوا شغالين بالطريقه اللي احنا بنقول عليها. بعمل حاجه بسيطه قوي يا جماعه، بجيب نقطه خل بسيط من غير ليمون، نقطه زيت بسيط اهي مش كتير، ايا كان نوع الزيت اللي موجود عندي ما عنديش اي مشكله. ادي معلقه بقلبنا كده، لو في سنه كمون بسيط اهي تدي طعم جميل. وادي لا الملح نخليه قبل ما نغرف على طول. عودوا نفسكم السلطة ما تاخدش الملح خالص يا جماعة إلا لما تبقى دي سنة سبايسي بسيط يعني مش كتير. لما أجي أغرف السلطة الملح يتحط في ساعتها قبلها بدقيقة دقيقتين، لأن كل ما بيقعد الملح على السلطة تحس إنها بتنزل المية بتاعتها. طبعا زي ما قلت لحضراتكم أدي اللون بتاع الحاجة بدأ يوصل للمرحلة اللي أنا عايزها، وطبعا الريحه مع الشكل هتبقى جميله. الثوم لما اتحط مع الفلفل الاسمر تاني في الاول غير في الاخر، كل الحاجات دي مكسبات طعم يا جماعه، بتوصلني لمرحله ان انا وانا باكل ابقى مبسوط. حتى لو عايز اعمل عيش في البيت وريت حضراتكم قبل كده، طبعا عارفين الشيف خالد احنا كنا بنعمل المعجنات بتاعتنا برده في اقل تكلفه، بحيث ان انا على الفرن العادي بعمل اي عيش على الطاسه، ممكن برده الوجبه دي لو عايز اعمل معاها عيش مفيش اي مشكله. ادي اهو بقلب السلطه سهله قوي. عايز ادي ليمون، عايز اعمل اي حاجه، ادي طبق سلطه لذيذ وجميل اهو. جميل. ببدا اجيب مثلا طبق للسلطه اهو، احضره طبق للسلطة معانا كده، اقلب برضو تاني عشان عايز كل البصل او الحاجة تاخد وضعها. انا كده ورق الراولة بالنسبة لي انا خلاص مش محتاجه في حاجة، بايدي كده بشيله مفيش اي مشكلة. خلاص خدت الطعم اللي انا عايزه كده. جميل. بجيب مغرفة لذيذة موجودة عندي اهي، بخليها عشان ابقى اغرف بيها. ادي طبق السلطة، ابدأ اديله سنة الملح، بحيث ان زي ما قلت لحضراتكم قبل ما ببدأ اقدم بجيب الملح بتاعي وابدأ اهو سنة بسيطة كده. سوي بقى ايه كده لو عايز قد الشكل
الجرنش اي حاجه هتدي منظر جميل يا جماعه. ادي كده ادي الطبق بتاع السلطه. ابدا اقلب كده كده، اعلي النار بقى دقيقه بالظبط اهي. دي خلاص مش محتاجينها، وهنجيب الطبق بتاع الصدق بتاعنا. ابدا كده خلاص اهو، هبدا انزل كده اهو اهو. هاتي حضراتكم كده خلاص. حبيت اوريكم لو في دهون ولا حاجه، عشان كده انا ما بفضيش من الحل على طول. كده احنا خلصنا الحاجه السهله بتاعتنا لاربع افراد، نص كيلو الصدق مع نص كيلو البصل، عملناه بالطريقه الجميله ديت. ادي شويه سلطه مع عيش بالهنا والشفا. ايه رايكم نتقابل في حلقات جديده مع وحش التوفيق؟ الى اللقاء.